كما العاده كل عام كنجون هنايا كنحيو ديك العيد النبوي وكنا وحنا عيساوي كنجو دائما كنحيو هذه الذكرى ديال العيساوي ونزور الشيخ ديالنا وصافي. هو الشيخ؟ الشيخ سيد محمد بن عيسى هو مؤسس الطريقه العيساويه وحنا من الاتباع ديالو. حنا اللي كنعرفوا زعما كنعرفوا هذا عاده من الاجداد من الكوكب الاجداد واحد زمان زعما قديم وما ما كاين ما كاين بدعه فهمتي بدعه ما كديروش فيها شي حاجه اللي تسمى لا شوف حنا انا الطريقه صوفيه محضه والطريقه الصوفيه محضه خارجه من الكتاب والسنه. حنا خارجين من الكتاب والسنه لان المؤسس ديالها هو سيدي محمد عيسى كوالي من اولياء الصالحين وعالم العلماء زي وحنايا اتباع ديال ما عرفتش شي حاجه البدع ينقل في حاجه الانسان شي مسجد بحال الشعوذه. حنا عندنا المسجد انقيه فينا معنا فقهاء الدين معنا فقهاء طلب القران وعنا طريقه محضه. اليوم كنجيو نعملوا غدا غير العاده كندخل العاده كنجيبوا العلماء كما العاده والحاضره والديك وندعو مع الحاضر والغايب وندعو مع كل شيء ندعو مع سيدنا وندعو مع كل شيء. هذا كيف غرض الشعوذه بيننا وماشي شعوذه بيننا. احنا التصوف يعرف اي واحد التصوف صوف هو من الكتاب والسنه هو الذكر والاوراد والاحزاب فهمتي ماشي الحاجه اللي نقولوا فيها الشعوذه او لا نقولوا فيها مثال بحال المسائل ديال سميتو ديال الاستعاذه داك الشيء وانسان كيخالط كيخالط. حنا لا حنا عندنا الطريقه ديالنا الصوفيه محضه ما فيهاش الشعوذه يعني او في جوج المعيالات كيقول بغينا هذه الحاجه تقدر لا 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 لا, لا, لا فهمت. حنا كعصاب الله اللي بغى يطلب شي حاجه كتاب الله اما البشر ما عندهم يعدل البشر غاسبه فحال لا كنجيو نصرح مع السيد الشيخ ديالنا. حنا ملي كنبغيو نطلبوا كنطلبوا الله هذه معروفه ودابا فرق فرقه فرقه مع فرقه. حنا حنا ملي كنبغيو نطلبوا كنطلبوا الله اما شي حاجه السيد ما عندهم يعطيك السيد هو كيستنانا نجيو نصرحوا عليه كيسمعوا على الشيخ ديالنا لان هو هذه الزياره اساسا باقي في الزمن ديالو فهمتي باقي في الوقت ديالو في التاريخ ديالو اساس الزياره لهذا المولد باش باش الفقراء كيجمعوا الفقراء والشرفاء كيجمعوا كل شيء فهمتي باش كيتلاقوا مع بعضهم كما قال الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كيجمعوا الشعوب اللي من ليبيا اللي من الجزائر اصدقاء ديالنا الجيران ديالنا تونس المغرب كامل كيجي. المسائل هذه خارج على التصوف. التصوف الحقيقي هو الذكر الانسان يصلي يصلي الوقت ديالو ويتبع الكتاب والسنه والذكر والاوراد. يعني انت تستنكر بعض الحوايج اللي نعم حنا متفقين مع ذاك الناس هذيك الناس اللي كيعملوا ذاك اللحام وذاك الشيء وذاك الدم وذاك الشيء هذيك ربي قال حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. الانسان اللي الدم حرم الله هذاك الشيء ما دخل لا في الكتاب ولا في السنه ولا حتى التصوف. التصوف انقي التصوف هو واحد الانسان كيذكر الله وتابع الصلاه ديالو وتابع وما يعبيش نتاع الناس ما يتعدى شي وتابع التصوف والذكر